تجربتك كأجون وكيل عميل علاش ما تواصلتش؟ ما توصلتش تطلع عليه أي. خاطر عملت صفقة مرة مع الترجي الرياضي، صفقة ماكون وماكون كانوا ما يعرفوا حتى حد في تونس. جبتوا الليد يلعب في الليكيب ناسيونال تاع الكامون ولعب ماتش كونتر اسبيرونس في هذه وقتها كوب دافريك، لعب كوب دافريك مع كونتر اسبيرونس وبعد إليتي في الليكيب ناسيونال الأولمبيك تاع الكامرون وملاعبي دوي وملاعبي باهي داير لعب أربعة ولا لعب ثمانية ماتشوات في تونس هنا. دونك قابلت رئيس النادي الترجي الرياضي، قابلنا حكينا منا ترى شنو تفاهمنا واحد كل شيء، ومن بعد ما الوليد مصح معايا كونترات وبعد جابوا ديسابل وقت انترونور وبعثوا لي عن طريق ايميل نتاعي معناها البي دافيون والانفيتاسيون والدنيا كل شيء، فهمت؟ تو انت هل يعقل انت تجيبوا في جوان، جيبوا في جوان وعمل تيست ميديكال ونجح وتيست تكنيك ونجح، غير حتى في فيزيت ميديكال مشيت معاهن معناها مش مولاتي باش نمشي هنا، عندهم مسؤولين هم اللي مشيوا، مشيت انا وقال لي كلفني بها سي رئيس النادي حمدي المد، مشيت ورجلت اموري وحد كل شيء فهمنا هل يعقل انت تجيبه في جوان يقعد حتى الاوت يوفى الوقت البريود نتاع الميركاتو الشتائي الصيف تعطيه تذكره تبطل البيعه هما قالوا تبطل مازال ما صححش الوقت، يعاودوا يرجعوا في الميركاتو الشتائي والوليد مصح معي موندا دو ميدياسيون تاع 200 مصح معي كونترات وانا جوا. حسيت كلي صارت كل عمل تحايل عليك؟ تحايلوا علي؟ ليه تحايلوا علي؟ ما شكيتو شو؟ شكيت اي شكيت الوليد هاكا تو ما نعرفش يلعب وما يلعبش، وقفت عن طريق فيدراسيون انا ما فهمت خاطر الترجي الرياضي ما نجمش نشكي الطرفين، حبيت شكيت بالملاعب خاطر الملاعب ما كانش قال لي انا راه قال لهم راه ما عندوش كونترا معاه، وانا وريت الكونترا وجيو جامعة الترجي تقابلنا في الجامعة في النزاعات والدنيا واحد كل شيء دونك الامور كله واحد حكموا لكم ما خذيتش فلوسكم تصور كيما الناس الكل، اما عندك حكم؟ عندي حكم فيه برشا فلوس، فيه يمكن 60,000 يورو. اي علاش بطلت معناها؟ واش السبب هذا خلاك تبطل معناها؟ بطلت خاطر ما عادش انا كي نتعامل كنت نتعامل مع ناس بالكلمه، وقت اللي انا رئيس نادي اليوم معناها نوجه له كل احترام ونعطيه ونقدره برشا، انت تي مي باس هكاك سي با بيان، انت تعرفوا ما يكون رئيس نادي الترجي ما تعرفوش. انت مشيت ولا الوليد مشي يلعب ولا ما يلعبش ولا بطل، اما انت للغدوه ولا بعد غدوه انت ما كنتش كوريكت معايا وكاو ما تكلمتوش من بعد ما حكيتوش، كلمته قداش مره ما هزش عليه التليفون وما عادش باش نكلمه وما عادش باش نجبدوا الموضوع هذا، انا لاجون ما عادش من وقتها انا قلت كان الترجي الرياضي اكزامبل جمعيه كبيره عملت لي هيك مع انا انسان حبيت نودكم بحاجه به، اذا كان نجح ما نجحش هذاك امور اخرى. لكن انت عندي انا حقي نخف، تقول لي انت ليه بعد جاء وحده في ديسمبر؟ ليه ما جاش وحده؟ وقت جاء ديسابل جابوا ديسابل قالوا هذاك ميور جوار في وديسابل كان يراني فيه في كوتون سبور هلا كان يراني فيه وقال لهم هذاك احسن جوار في الكامرون تو، عاودوا رجعوا كي ترجعوا انت تتعدى على شكون يزمك؟ لاجون تاعو فوالا فهمتك، دونك هذيك فات مكميكا ما بين لاجون ما بين رئيس النادي نتاعو ولا ما بين ديسابل والتراجي، اما انا عندي حق انا بالوراق بركه عندي كل شيء واثق.